وسلم ربي يا أحمد العدنان محمد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أقوال المستشرقين. يا رسول أقوال بعض المستشرقين الذين أعجبوا بالرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. هربرت جورج ويلز، كاتب وأديب بريطاني معروف، يقول في كتابه معالم تاريخ الإنسانية إن من أرفع الأدلة على صدق محمد كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به، فقد كانوا مطلعين على أسراره ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به. حج محمد صلى الله عليه وسلم حجة الوداع من المدينة إلى مكة قبل وفاته بعام، وعند ذاك ألقى على شعبه موعظة عظيمة، إن أول فقرة فيها تجرف أمامها كل ما بين المسلمين من نهب وسلب ومن ثارات ودماء، وتجعل الفقرة الأخيرة منها الزنجي المؤمن عدلا للخليفة، إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل الكريم، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ، فإنها خلقت جماعة إنسانية يقل ما فيها مما يغمر الدنيا من قسوة وظلم اجتماعي عما في أي جماعة أخرى سبقتها. بوشكين الشاعر الروسي الشهير، قصائد شرقية، شق الصدر ونزع منه القلب الخافق، غسلته الملائكة ثم أثبت مكانه، قم أيها النبي وطف العالم وأشعل النور في قلوب الناس. ومن المعروف أن هذه حادثة حقيقية حصلت للرسول صلى الله عليه وسلم.